يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أولا إذا سمعتم نداء يا أيها الذين آمنوا وش نسوي؟ يقول الإمام أو الصحابي بن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا وقف أرعي لها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإلا شر تنهى عنه. كم مرة ورد يا أيها الذين آمنوا النداء الإيماني في سورة المائدة؟ القرآن كله النداء الإيماني ورد فيه 88 مرة، في سورة المائدة 15 مرة، وهذا فيه دليل على أن النداءات في سورة المائدة مهمة جدا. والله يستوقفنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العنوان العام لسورة المائدة الوفاء بالعقود والعهود، الوفاء هذا هو المعنى. وشوفوا جمال القرآن، أول عهد بين الله وبين المؤمن قال أوفوا بالعقود أحلت لكم، ما قال حرمت عليكم. اليوم بعض الليبرالية والعلمانية والمتشدقين والتافهين، التافهين، ولفظ التافه ورد في السنة، قال تنطق الرويبضة، قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال التافه، التافه من الناس يتكلم في أمر العامة. والله سماه سفيه، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. سفيه، يتوضع أن الإسلام حرام 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 حرام، لا، الأصل في الشيء الإباحة. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم جاء النداء الذي بعدها، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا عامين البيت، حتى قال الله وتعاونوا على البر والتقوى. لا يمكن يقوم وفاء بعهد من غير تعاون. إذا أنا في المسجد أدعو الناس للخير، ويأتيني رجل في الإعلام ويدعو الناس إلى غيره، ويأتي رجل في مجلسه ويدعو الناس على فكره، لم يكن هناك تعاون. لا بد من إظهار التعاون على البر والتقوى والتوحيد والسنة والحسبة والخوف على الأمة والمجتمع والقيم، عشان ينشأ جيل في أمتنا يحفظ هذا القرآن ويعرف قيمة القرآن. ثم قال الله بعدها في الوجه الثاني، الوجه الثاني بدأ يخبرنا في العهود المحرمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل إلى آخر ما جاء، هذا هنا بدأ التحريم. وفي نصف هذه الآيات قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم إيش دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بالمناسبة من أواخر ما نزل على النبي سورة المائدة، نزلت قبل حجة الوداع بعضها، وبعضها نزل في حجة الوداع في عرفة، وبعضها نزل بعد حجة الوداع. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها سورة المائدة من آخر ما نزل على رسول الله، فما كان فيها من حلال فأحلوه وما كان فيها من حرام فحرموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا رجالكم سورة المائدة، تعلموها. ليش؟ لأن فيها مواثيق. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. هذا الميثاق، العهد اللي في القرآن الكريم في سورة المائدة مواثيق. ولذلك يقول العلماء كل الضروريات الخمس وردت في سورة المائدة، حفظ الدين والعقل والمال والنفس كلها جاءت، والعرض كلها جاءت في سورة المائدة. ولذلك بعدها لما قرأ الإمام، شوفوا، قال الله أول شيء بيّن لنا الحلال الطيب من الطعام، ثم بيّن لنا الطيب من النساء، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يعني علمك الطيب من الطعام وعلمك الحرام، ثم أخبرك كيف تنتقي المرأة الصالحة الطيبة وكذلك الرجل. وبعدها مباشرة كما قرأ الإمام في التسليمة الثانية قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيش. طيب وش علاقة الغسل هنا؟ نقول طيبات وحلال وحرام، كأن المعنى يقول طيبنا لكم طعامكم
وطيبنا لكم نساءكم وأزواجكم فطيبوا أرواحكم. الأرواح لا يمكن تتطيب، الأرواح لا يمكن تتطيب إلا إذا طهرت بالوضوء والصلاة والطهارة. ولذلك إن كنتم جنبا فتطهروا. طهارة الروح تكون بالاغتسال والغسل والوضوء والوقوف في هذه الصلاة. إني معكم، الله يقوله، معية الله، لئن أقمتم الصلاة، أقيموا الصلاة الله معك، وآتيتم الزكاة، إلى آخر ما قرأ الإمام وفقه الله في هذه الآيات. ثم بعد ذلك تنتقل السورة، ولقد أخذ الله ميثاق إيش؟ الله جاب لنا نموذجين، عاهدوا الله ولكنهم نقضوا العهود. بني إسرائيل إلى اليوم لعابين، من ينقض العهود اليوم في الأرض؟ هم. ولذلك الله قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، طيب خذوا الميثاق، ثم قال بعدها بآية فبما نقضهم ميثاقهم، لعابين وعدناهم لعناهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ثم جاب النموذج الثاني اللي نقض العهد، ولد قابيل أو أبناء آدم، قابيل وهابيل، حينما قتل أحدهم الآخر، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. بني إسرائيل نقضوا العهد، خوافين خوارين. أما بني آدم أو ابني آدم نقضوا العهد لأنهم إيش؟ لأنه شاب متهور لا يعرف العدل. وهذه نصيحة لشبابنا، وأقول كثيرا من التهور عند بعض الشباب قد يوقعه في القتل والجريمة الكبرى. ثم جاءت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذا عهد مهم. اليوم الولاء والبراء فيه مشكلة، حنا ما عندنا مشكلة في التعايش، لكن عندنا مشكلة في التعاطي مع الولاء والبراء، الحب والبغض، هذه مشكلتنا كمسلمين. ولذلك الله قال ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله إيش؟ بقوم يحبهم ويحبونه. انتهت القضية. ثم ختمت السورة، ختمت السورة بماذا؟ ختمت السورة تبين لنا هذه عهود. ويوم القيامة قرأ الإمام وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. الله وعد وأوفى. وتختم السورة يوم يجمع الله الرسل ويقول ماذا أجبتم، يعني المواثيق اللي خذناها عليكم سنحاسبكم ونسألكم عنها. قال الله اليوم ينفع الصادقين إيش؟ صدقهم. طيب القصة عن سورة المائدة، احنا نعرف أن المائدة معجزة، نزلت آية على قوم عيسى، نريد مائدة. لما يسألونه المائدة قال الله إني منزلها عليكم، ما في مشكلة، إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. المعنى باختصار هذا دينكم واضح، وهذه الآيات أمامكم، ولماذا تكفرون بها؟ أسألكم بالله، ديننا كامل ولا ناقص؟ جاوب، كامل. والإمام قرأ اليوم أكملت لكم دينكم، علمنا الإسلام. الآن لا طلعنا مع المسجد ماذا نقول؟ وإذا خلعنا ملابسنا ماذا نقول؟ وإذا أكلنا طعامنا ماذا نقول؟ وإذا دخلنا أكرمكم الله والمسجد الحمام والخلاء ماذا نقول؟ وإذا شفنا الريح ماذا نقول؟ وإذا رأينا الهلال ماذا نقول؟ وإذا جمعت زوجتك ماذا تقول؟ وإذا رأيت عدوا ماذا تقول؟ ماذا بقي؟ علمنا الدين كل شيء، فالحجة قائمة. لكن هناك أناس يحاولون صدم الأمة والمجتمع مع ثوابتها ودينها ونصوص شرعها من كتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أختم بهذه القصة في الوفاء، والوفاء عموما، الوفاء في التعامل، الوفاء في العقود، الوفاء مع الناس. آيات الحرابة جاءت في هذه في سورة المائدة، في سورة المائدة. وبين الله تبارك وتعالى أن الذين يفسدون في الأرض يقتلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يذكر أن عمر بن الخطاب في وقته في عهده كان فيه رجل عنده مزرعة، والمزرعة فيها شجر له ثمر طالع من على سور المزرعة، فمرت ناقة رجل راعي فأكلت الثمر. راعي المزرعة زعل تضايق، فأخذ حجر كبيرا فرمى الناقة فماتت. لما ماتت الناقة صاحب الناقة ذبح راعي المزرعة،
انتقاما لناقته. فقام عمر يريد أن يقيم الحد على القاتل القصاص، فحكم عليه بالقصاص. فلما أراد أن يقيم عليه الحد قام الرجال قال: يا أمير المؤمنين، أنا أطلبك أن تمهلني 3 أيام بس. ليش؟ قال: أنا عندي مال لأيتام مؤتمن عليه، أنا دفنته في المكان في الصحراء في البر ولا يعرف مكانه إلا أنا، لو قتلتني ضاع حق الأيتام المساكين، عطني 3 أيام أروح أطلعه وأرجع. قال: من يكفلك؟ حنا ما نعرفك وانت عليك قود ستقتل. وقفوا الناس يناظرون، ما حد يعرف الرجال، ليس من أهل المدينة. قال: لا أحد يكفلك. فالتفت رجل قال: ألا يكفلني منكم أحد؟ فقام أبو ذر رضي الله عنه قال: أنا يا أمير المؤمنين أكفل الرجال هذا. قال له عمر: تعرفه؟ قال: ما أعرفه. قال: تعرف كفالتك له إذا لم يرجع؟ قال: أعرف، إذا ما رجع قصيت راسي أنا. قال: اذهب. أطلقوا الرجال وجلسوا ينتظرون الليلة الأولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة. الناس حاطة يدينها على قلوبها خايف على أبو ذر. فلما وقف عند مكان تنفيذ القصاص وقبل غروب الشمس قال عمر: قربوه، يعني خلاص. فلما دنت الشمس من الغروب فإذا بالرجل يقبل عليهم يركض. فلما جاء قال له عمر: ما الذي أرجعك وقد كان بإمكانك أن تفر تنحاش؟ قال: يا أمير المؤمنين، خشيت ألا أعود فيقال ذهب الوفاء في الناس. قال عمر: يا أبا ذر، ما الذي جعلك تضمن تكفل رجل لا تعرفه وربما يكون القصاص على رقبتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، خشيت أن يقال قلت المروءة في الناس. فشاف الولد اللي مقتول أبوه صاحب الدم الموقفين فقال: يا أمير المؤمنين، تنازلت لوجه الله. قال له عمر: ليش؟ ما الذي دفعك على هذا؟ قال: خشيت أن يقال ذهب العفو والعطاء والكرم في الناس. إذا بقيت قيم الناس بقي الخير وانتشر الخير. ولذلك احرصوا، أختموا بأمرين اثنين: انشروا القيم بين الناس، وأنصح عيالي وشبابنا احذروا من الخوض في الفتنة والدخول فيما يخالف تثبيت القيم، لا في تويتر ولا في الكتابات ولا في المجالات السياسية ولا في الدخول في النيات، تجنبوا ذلك كله. واسألوا الله أن يجمع كلمة الأمة على لا إله إلا الله، وأن يوحد صفها، وأن يجمع كلمتها، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. أسأل الله أن لا يفرق جمعكم رجالا ونساء إلا قد غفر ذنوبكم وستر عيوبكم وقضى ديونكم وأصلح نياتكم ونياتكم وجعلها خالصة لوجه الله الكريم. وأسأل الله أن يوفق الشيخ عبد الله الراجحي وفقه الله وهو معنا، الذي يقوم على هذا المسجد وعلى هذه المؤسسة الكريمة، زاده الله وذريته وكثر من أمثاله في أمتنا ومجتمعنا ممن ينصر الحق ويدعمه ويدفع له وجعلها في ميزان حسناته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر المستضعفين في كل مكان، خاصة في الشام وفي سوريا. اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر، ثبت اللهم أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم انصر جنودنا على حدودنا يا رب العالمين، واحفظ لنا يا حي يا قيوم أمننا وأماننا في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. أشكر القائمين على هذا الجامع، صاحب الفضيلة إمام الجامع وإخوته معه، وأشكر كذلك الإخوة رجال الأمن والسكورتية على الأبواب والمنظمين والمرتبين في هذا الجامع. أشكركم رجالا ونساء، وأعرف أن في هذا الجامع عدد من المشايخ وطلبة العلم والفضلاء، فليسمحوا لي على هذه الجرأة، ولكن يسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقول الحق فيتبع أحسنه، وممن يقول ويعمل ويطبق ما يقول، ويجعلنا وإياكم من أئمة الهدى والحق إلى أن نلقاه. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام. فاغفر اللهم منا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. أسأل الله أن يعيد علينا هذا الشهر أعواما عديدة، وأن يرزقنا في حسن الصيام والقيام، ويعتقنا وإياكم من النيران. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.